السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أجي تعرف. المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. كشفت معطيات وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 2776 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 140024 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية هم التحاليل المختبرية قد بلغ 2,638,341 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 29 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 2,439 حالة. وتم التأكد من 2,788 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 118,142. وجاء توزيع الإصابات حسب الجهات على الشكل التالي: جهة الدار البيضاء أصطات 1517 حالة، الرباط صلى القنيطرة 236، جهة بني ملا الخنيفرة 222، مراكش أسفي 171، سوس ماسة 166، جهة الشرق 127 حالة، قلميم ودينون 85، طنجة تطوان الحسين 80، جهة درعا تافيل 72، جهة فاس مكناس 49، العيون الساقية الحمراء 47، وجهة داخل وادي الذهب 4 إصابات. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. شكرا على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.